الكرينيوم بتتكون من 8 عظام، ودورهم ان هما بيحيطوا المخ علشان يحموه من الصدمات. والتمن عظام دول في منهم مزدوج يعني بيتكون من رايت وليفت، وفي منهم عظام منفردة. العظام المزدوجة هو البارايتال بونز والتيمبرال بونز، والعظام المنفردة هما الفرونتال بون والإسمويد بون والإسفنويد بون والأوكسيبتال بون. عظام الكرينيوم عامة بتنقسم لطبقتين، طبقة خارجية الإكسترنال لير، وطبقة داخلية الإنترنال لير، وموجود ما بين الطبقتين نسيج إسفنجي أو نسيج مسامي بيطلق عليه اسم ديبلوي. قاعدة الكرينيوم بتتكون من 3 حفر أو 3 فصة، وهما الأنتيريور والميدل والبوستيريور. الأنتيريور كرينيال فصة أو ما يطلق عليها باسم الفرونتال فصة بتتكون من الفرونتال بون والإسمويد بون والليزر وينج أوف إسفنويد بون، وبتحتوي على الفرونتال لوبس أوف ذا برين اللي هو الفص الأمامي للمخ. والميدل كرينيال فصة أو ما يطلق عليها باسم التيمبرال فصة بتتكون من البادي أوف ذا إسفنويد والتيمبرال بونز، وبتحتوي على كل من البيتويتري جلاند والهايبوثالاموس والتيمبرال لوبس اوف ذا برين. والبستيريور فوسا او ما يطلق عليها اسم انفراتينتيريال فوسا بتتكون من التيمبرال بونز والاوكسيبتال بون، وبتحتوي على السيربيلم والبرين ستيم بجميع اجزائه. والمكان اللي بيتصل فيه عظام الكرينيوم مع بعضها بيطلق عليه اسم السوتشر، وده يعتبر المفصل اللي بيتصل من خلاله عظام الكرينيوم مع بعضها. وأشهر السوتشرز الموجودون في الكرينيوم هو الساجيتال سوتشر، وده اللي موجود ما بين الرايت بارايتال بون والليفت بارايتال بون، والكورونال سوتشر، وده السوتشر اللي موجود ما بين البارايتال بونز والفرونتال بون، واللمدويد سوتشر ده السوتشر اللي موجود ما بين البارايتال بونز والأوكسيبتال بون، والسكوما سوتشر هو ده السوتشر اللي موجود ما بين البارايتال بونز والتيمبرال بونز.